والكرة بترجع من الحارس. شوفوا الإعادة والمطالبة بالمخالفة تقريبا على خط المنطقة، لكن الحكم كان قريب خالد قويدر يقول لا ما فماش مخالفة ويأمر بمواصلة اللعب ويعطي ضربة برمى في رأس بالعربي مرة أخرى. يلعب الكرة بالرأس ترجع من دفاع حمام لنف، وفي رأس بالعربي يلعب الكرة مع محمد المثنيني ينتظر وجدي كشريدة، ثم لا يلعب الكرة بنفسه يعمل المراوغة يلعب مع وجدي كشريدة، ولا دائما الهجوم للنجم الرياضي الساحلي. الكرة الحازم حاج حسن ثم المثنيني يلعب مع في رأس بالعربي يحضر الكرة. هدف ممتاز جدا، هدف مختوم بطريقة جميلة في رأس بالعربي يثلث النتيجة في 19 دقيقة لعب، يعني في الدقيقة 64 في المباراة يثلث بطريقة ممتازة جدا في رأس بالعربي منذ دخوله، أعطى حركية بفنيته برجله اليسرى وتمكن بعد عمل هجومي وجملة كروية ممتازة من تثليث النتيجة للنجم الرياضي الساحلي. دقيقة 64 الهدف الثالث عن طريق فراس بالعربي، وتأتي الإعادة. شوفوا كيفاش يعني خذا الكرة حازم حاج حسن المثنيني يعود يعطي كرة لفراس بالعربي جاتوا على يعني تقريبا على الرجل اللي حبها هو الرجل اليسرى، خالط بها الحارس حمزة الباهي وسجل الهدف الثالث لصالح النجم. حضرت بالفعل النجاعة اليوم، حضرت النجاعة الهجومية للنجم الرياضي الساحلي، وهذا كان سؤال لعماد بن يونس قبل انطلاق المباراة